السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات ملاعب اليوم. النهاردة طبعا يعني بنستعد إن شاء الله بعد دقايق هيكون معانا لقاء الزمالك، مش هنذيعه هنا طبعا، بس يعني هتكون بداية الدور قبل النهائي لقاء مصر الزمالك وسموحة، وهو اللقاء المرتقب، لقاء مهم جدا ولقاء متكافئ. الزمالك بطل الدوري بصفقاته النارية، وأيضا سموحة بمدير الفني الجديد كابتن محمد يوسف، وأيضا بصفقاته التي لم تشارك أو لن تشارك النهاردة. خالد قمر النهاردة مش هيكون موجود أمام الزمالك، ويعني كان هو ليه تصريحات كتيرة جدا في القصة دي، وقال إن في اتفاقات ما بين المستشار مرتضى منصور والمهندس فرج عامر إن هو يعير لنادي سموحة، ولكن لم يشارك أمام الزمالك. امبارح أيضا الأهلي بيتفوق على بتروجيت ويفوز على بتروجيت 3-1 في أولى لقاءات أحمد حسن الصقر كمدير فني وكمدير فني البتروجيت في نفس التوقيت. امبارح الحقيقة الشوط الأول تفوق بتروجيت بشكل كبير جدا، تقدم بتروجيت بالهدف الأول لمحمد رجب، ثم رمضان صبحي بحلول فردية يتعادل للنادي الأهلي، ثم حسين السيد يضيف الهدف الثاني، ويختتمها الجوكر أحمد فتحي هدف لأروع والأجمل من كده. ده هدف طبعا لا يسأل عليه شريف إكرامي، يعني ملوش علاقة بيه خالص. رمضان صبحي زي ما انتوا شايفين حل فردي اهو، غزل ورقص وقال للراجل معلش سامحني وراح وحط الجول. رمضان صبحي نجم الموسم بلا منازع بمنتهى الصراحة الحقيقة، يعني أقوى ناشئ صاعد إن شاء الله بإذن الله، وكمل بمستوى ده هيبقى ليه مستوى كبير جدا. حسين السيد أهو مارسيلو، وهيكون لينا وقفة، هيكون ليا حديث على اللقطة دي، أنا يعني عندي الحقيقة تعقيب عليها، ولكن بيضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي. الهدف الثالث طبعا بيضيفه برضو ايضا الكابتن احمد فتحي، ولكن تجربه ناجحه وبدايه ناجحه للكابتن احمد حسن. بتروجيت امبارح كان شكله الحقيقه كويس جدا في الملعب، الشوط الاول كان شكله اكتر من رائع، ولكن هناك فرق في الخبرات في مع اللاعبين في الملعب باين جدا في الشوط الثاني، ولكن بتروجيت واضح ان هو جاي وعلى الطريق، واضح ان هو عنده لعيبه كويسه. النادي الاهلي امبارح لعب بشكل جيد جدا، ولكن ينقص النادي الاهلي اللعب من اول دقيقه دائما وابدا، بيلعب النادي الاهلي كرد فعل ويعود للمباراه، كعكس الزمالك دايما بيبتدي الحقيقه بدايه ساخنه جدا، الاهلي دايما البدايه مختلفه، ولكن على الكابتن فتحي مبروك تعديل الحته دي. نروح مع مخرجنا رامي سريعا لاهم عناويننا، نرجع لكم تاني. الزمالك يواجه سموحة اليوم في نصف نهائي كاس مصر. الزمالك يعلن حضور الجماهير لمقاعة النجم الساحلي بالكونفدرالية. منتخب مصر يواجه بروكينا فاسو 12 اكتوبر في دبي. والكابتن محمد ابو العيلة في ضيافة الملاعب. بصوا مش هقعد امسك الكرباج واقول وامسك اللعيبة واقطع الدنيا، انا اصلا ما بحبش كده بمنتهى الصراحة، ولا اعرف ايه الضغوط اللي على اللعيبه، ولا اعرف ايه الموضوع، في حاجه غلط في فريق النادي الاهلي. بس انا اتكلمت امبارح وقلت خناقه مؤمن زكريا، قبل كده كان كابتن حسام غالي، قبل كده تنشنه اعتماد متعب، تغييرة مؤمن امبارح، يعني كذا موقف، ثم حسين السيد. انا مش فاهم، يعني احنا انا الحقيقه مش فاهم، ومش بعقب على حاجه، ومش داخل بعترض على الولد في حاجه، حسين ولد مؤدب ومهذب ولعيب كبير، ولكن يعني انا ما كانش فيه الكلام ده في النادي الاهلي، ما كانش فيه التنشنه، ما كانش فيه الخناقات بالشكل ده، ما كانش فيه التعبيرات. هو بيشاور لمين وبيعبر على مين؟ يعني حتى رامي لو يجيب لنا اللقطه، انا الحقيقه مش عارف، يعني هو الراجل نزل وبيلعب في منتخب مصر وبيعتمدوا عليه في النادي الاهلي، ولعيب كويس ولعيب كبير وجايبه قوه وهياخد وكابتن بيديله وبيدي صبر رحيل والامور ماشيه، هو متنشي من مين؟ هو عنده قلق من مين؟ هو بيشاور لمين ويقول لمين بطل رغي او بطل كلام؟ انا الحقيقه مش عارف. دي اللقطه، الولد فات بشكل اكتر من رائع، ودخل وسط مدافعين بتروجيت وداس بسرعات وحط الجون، جون الحقيقه عالمي،
يعني يكون في اصرار غير طبيعي لاحمد فتحي الجوكر، حاجه يعني ما شاء الله لسه نازل. توفيق ربنا بقى، ربنا في الاخر بيدي المجتهد، وربنا ان شاء الله يكرمه احمد من اللعيبه الكبار يعني. ولكن انا اتكلمت ان النادي الاهلي محتاج يا الكابتن علاء عبد الصادق خلاص يتعامل كمدير كوره، يا يقعد مع الكابتن فتحي مبروك يظبطوا الامور، لان الامور حتى لو كان في خلافات في النادي الاهلي عمرها ما كانت على السطح بالشكل ده، عمر ما كان خلافات اللعيبه وتنشنت اللعيبه بالمنظر ده، ما شفناهاش، ما كانتش موجوده، ما حسيناهاش. النهارده زي ما تكون اللعيبه ابتدت بتقلد بعض، تنشنه قبل الماتش، تنشنه بعد الماتش، تنشنه في التغيير. اه على فكره انا عارف ان في لائحه، وعارف ان اللائحه تطبق، وكل خطا بجزاء، كل ده تمام، ولكن الاهلي والزمالك مش موضوع لائحه، موضوع ان الخيط بيقر، موضوع ان في حاجه على المسؤولين ان هم يقعدوا. على الكابتن علاء عبد الصادق الحقيقه عن مجهود كبير جدا ودايما بنشيد بيه، لازم يقعد مع اللعيبه، ولازم يبقى في يعني حاجه مختلفه. انا شايف ان في تنشنه في داخل الفريق بلا مبرر. ايوه طبيعي جدا ان في دلوقتي لعيبه كتير جدا، طبيعي جدا ان في نجوم كتير جدا، ولكن انا عدت الكلام، قلت الكلام ده امبارح واعيده النهارده تاني. انت كنجم ليك عقدك وليك فلوسك اللي بتاخدها وليك حاجتك وليك التزاماتك، مالكش دي يعني الحاجات دي، مالكش تنشنه، مالكش الاعتراض في التغيير، مالكش تبقى متنشن يعني في الاحتراف. ساعات على فكره في اوروبا بيحصل حاجات اكتر من كده، ولكن مش متعودين من نادي الاهلي، مش متعودين من نادي الزمالك، وانا مش شايف الحقيقه سبب للتنشنه. يعني الماتش بيعود نادي الاهلي، نادي الاهلي متفوق، حسين نفسه مش اللاعب مثلا اللي مركون وبينتقدوه بشكل كبير، فنازل عليه ضغوطات كتيره، عنده الراجل ما عندوش حاجه. الدنيا انا مش عايز افتي ومش عايز اقول هو متضايق من مين وهو بيكلم مين، ولكن للمره الخمسه او السته النادي الاهلي في حاجه غلط مع اللعيبه، في حجم تنشنه غلط، في حاجه مختلفه، في لعيب كتيره متضايقه، لازم حد يتكلم مع اللعيبه. كابتن علاء عبد الصادق لازم يفهم اللعيب، انت النهارده محترف، تلعب ما تلعبش مش بتاعتك، ولا ليك تتضايق ولا ليك تتضايق جواك، انت حر طبعا، حق مشروع براحتك، ولكن انزل العب. انزل احمد فتحي نجم مصر ونجم منتخب مصر بيسخن في الدقيقه 80 امبارح ونازل امبارح بيقول يا رب، ونازل امبارح بيجتهد، ربنا اداله، لا جر بقى في رجله ولا نازل قرفان ولا نازل مخنوق. وده ايه احمد فتحي يعني، اسم كبير زيه زي حسام غالي، زي شريف اكرامي، زي عماد مت، يعني قصدي اسامي تقيله، ولكن النهارده الاسامي التقيله النهارده بتبقى فاهمه او بتبقى عارف النهارده اللي ليك واللي عليك. اعتقد نادي الاهلي الفتره الجايه هيكون ليه شكل مختلف تماما، لان نادي الاهلي عنده دكه الموت. يعني ايه دكه الموت؟ يعني عنده لعيبه، عنده فرقتين، عنده لعيبه امبارح يعني جامده جدا موجوده على الخط، عماد متعب امبارح على الخط، واحمد فتحي امبارح على الخط، وعدد كبير امبارح من النجوم قاعد على الخط بشكل كبير جدا. يعني اي حد على طول تقدر تعوض وتقدر تضيف، وعنده وائل جمعه لسه، وعنده ايفونا، وعنده جون انتوي، وعنده مجموعه كبيره جدا، ولكن مهم جدا السيطره على المجموعه دي من الكابتن فتحي مبروك والكابتن علاء عبد الصادق. لازم تسيطر بيب من حديد، لازم. تجربه ماني وجوزيه واضحه، الثواب والعقاب. انت النهارده هتلعب، انت النهارده نجم، انت النهارده بتأدي، انت نجم، انت مش مستواك هتقعد على دكه البدلاء، غير كده مالكش عندي. الامور لازم تبقى واضحه. ايضا النهارده كمان عايز اقول لكم ان الحقيقه انا بشيد جدا بالكابتن احمد حسن، يعني في اول تجاربه امبارح بيأدي بثبات، فريق بيتر جيت امبارح ليه شكل كويس، ممكن يكون في الهدف الثاني حب ان هو يدافع شويه، الملعب فتح شويه، قله خبره لاعبين، ولكن فريق بيتر جيت اعتقد ان جاي. يعني هنحاول برضه نجيب الكابتن احمد حسن نعرف منه يعني دي اول تجربه ليه، شعوره كان ايه، ولكن انا احساس شخصي ان احمد حسن امبارح خلاص عدى الخطوه الاولانيه، وعدى ان هو عامل برضه شكل الفريق وليه فكر، واعتقد الفريق جاي بشكل كويس. دي يعني وجهات نظري. اتمنى له طبعا كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، هو وكل النجوم السنه دي. السنه دي عايز اقول لكم ان دوري النجوم سواء من جوه الملعب سواء من بره الملعب، لعيبه الاهلي والزمالك كلها متفرقه على الانديه، ومديرين فنيين طبعا قول حدث ولا حرج. شوقي غريب، حسن شحاته، حسام حسن، احمد حسام، احمد حسن،
يعني رضا عبد العال، فيريرا، فتحي مبروك، يعني قولوا بقى عبد الحميد بسيوني، مش عايز انسى حد، كابتن محمد يوسف، يعني اسامي الحقيقه كلهم ما شاء الله نجوم وكلهم لعيبه تقال جدا وكلهم مستويات عالميه. دي لقطات دلوقتي مباشره ومن النادي الاهلي بنتقل لنادي الزمالك واستعداد النهارده للدور قبل النهائي، وده استاد اسكندريه، ودي لقطات على الهواء مباشره ودخول الحكام، هيكون معانا زميل دلوقتي محمد الجزار من هناك مباشر، ده استاد اسكندريه، وده اتوبيس دخول فريق لاعبي فريق نادي الزمالك قبل لقاء سموحه بساعه، يعني اعتقد ان اللقاء 7:30، يا ترى ده سموحه ولا الزمالك؟ ده سموحه لان الزمالك راح باتوبيس يا جماعه؟ اكيد لا، اتوبيس الزمالك بقى مميز طبعا، خلاص الزمالك بقى ليه اتوبيس وبقى ليه شكل وليه يونيفورم وليه اداء ومعاه صفقاته ومعاه حاجاته، يعني مرتضى منصور ما خلاهمش عايزين حاجه الحقيقه. ده اتوبيس نادي سموحه اهو داخل استاد اسكندريه النهارده، طبعا كابتن محمد يوسف يعني اكيد يخوض اللقاء امام بيته الاصلي النادي الاهلي، ولكن في الاحتراف مفيش بقى بيته الاصلي ومفيش الحاجات دي، اكيد النهارده عنده طموح ان النهارده يكتب بقى اسم محمد يوسف من جديد. ويعني شفنا كابتن محمد يوسف الحقيقه في اللقاءات برضو اللي فاتت امام النادي الاهلي في الدوري الممتاز الماضي. ده استاد اسكندريه اهو، طبعا اللقاء يعني بدون جمهور والامور هاديه، ويا رب دايما تفضل هاديه. ده حكم اللقاء اهو، يعني دي لقطه الحقيقه انا دايما ما بفهمهاش، بحس الحكام بتقف بعد كده تخش وبعد كده تتكلم في تليفون، انا مش عارف هما بيتكلموا في تليفون ولا منتظرين حاجه ولا في مشكله في دخولهم، يعني الحقيقه ما ببقاش عارف، مش عايز اقعد اتكلم في القصه كتير يعني، ولكن اكيد في حاجه لان انا شايف اللقاء، ادي الامن واقف معروف ان ده حكم ماتش والباب اهو مفتوح والدنيا واسعه، ما اعتقدش في حاجه، يعني اعتقد ان الامور ميسره، ممكن يكونوا منتظرين حاجه ولا حاجه، ما اعتقدش، لان يعني اللقاء من غير جمهور والدنيا زي ما انتم شايفين اهي الحمد لله هاديه، يعني جمهور نادي الزمالك يعني مش هيروح اسكندريه اللقاء من غير جمهور، سموحه ما عندوش جمهور قوي ما فيش ازمه، يعني مش الاتحاد السكندري مثلا فجمهوره هيبقى على باب الاستاد عايز يخش، فاعتقد الدنيا هتبقى هاديه، ولكن الجميع اكيد ينتظر النهارده لقاء ناري، الزمالك وسموحه، الفرق الفتره اللي فاتت كلها مبطله كلها اخذه اجازات، الزمالك بيلعب والاهلي بيلعب وسموحه بيلعب، الزمالك والاهلي بيلعبوا في الكونفدراليه وسموحه هو السفير الكره المصريه الوحيد في البطوله الافريقيه. ايضا المهندس فرج عامر عامل صفقات السنه دي ناريه، قلت لكم ابرزها خالد قمر، ولكن يعني مش هيشارك النهارده امام نادي الزمالك، وعلى فكره عشان الناس برضو تبقى عارفه قلنا قبل كده ما في انت النهارده ما بتعير لعيب ان هو ما يشاركش قدام ناديك عشان الناس ما تقولش ايه ده مرتضى منصور مظبط، ده قصه اصل مخوفهم اصل قلقهم، لا القصه عشان تبقى الامور واضحه ونبقى فاهمين كويس، في اوروبا نفسها في كتير جدا حاجات لعيبه ما بتيجي تعار ما بتلعبش قدام انديتها المعاره، مش بس اول ماتش، الموسم كله، وما تيجي تفكر فيها تلاقيها موضوع طبيعي. في الاحتراف من حقك لو انت شاري العبك قدام اي حد خلاص انت فري انت اللاعب بتاعي، ولكن انت النهارده عندك اعاره، يعني خالد قمر ده اكيد طموحاته العوده من جديد لبوابه نادي الزمالك ويثبت نفسه عشان يعود من جديد لنادي الزمالك، وضع طبيعي جدا، النهارده بتلعبه قدام نادي الزمالك اللي السنه الجايه بنسبه 100% راجع له غير لو اتجدد اعارته تاني، فمساله صعبه، مساله بتحصل في اوروبا، مساله عاديه خالص، يعني الاهلي بيتعامل مع الموقف الزمالك بيتعامل مع الموقف باحترافيه، يعني امور بسيطه. برضو ايضا اكيد ممكن يكون النادي الاهلي عنده برضو اعاره بعض اللعيبه، ولكن ممكن يكون الاهلي ما عندوش نفس الازمه، الزمالك برضو عنده القصه دي ممكن تكون في 2 لعيبه، خالد قمر وشيكابالا في الاسماعيلي، لان دول اللي قصتهم حساسه، نجمين كبار بيلعبوا في ناديين كبار، الامور هنا صعبه، اعتقد يعني بقيه اللعيبه ما اعتقدش ان هتبقى فيه نفس المشكله ونفس الموضوع. دي مراسم تسليم ده نهائي كاس مصر اللي فات. لان انا شايف سيد متولي اهو ما كانش موجود معاهم في الدوري السنه دي.
الزمالك وسموحه، ده لقاء الزمالك وسموحه العام الماضي نهائي الكاس. كابتن مدحت عبد الهادي اهو ما كانش بيلعب يعني، اكيد كان بيتفرج، ولكن الحقيقه الراجل موجود في جميع اللقاءات. مؤمن زكريا سبحان مغير الاحوال اهو بتيشيرت نادي الزمالك، هو دي وده الاحتراف الحقيقه. الولد اجاد بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، وايضا اجاد بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وده الحقيقه حاجه تحسب له بشكل كبير. الزمالك كسب الماتش ده 1-0. هل ممكن سيناريو الماتش يعني يتكرر من جديد؟ الكوره ما فيهاش حسابات، ما فيهاش توقعات، على الورق وعلى الحسابات قولوا بقى زي ما تقولوا، يعني الزمالك بطل الدوري، الزمالك فارق بكتير، الزمالك عنده صفقات كتير، ولكن دايما الملعب مختلف. نرجع تاني لماتش امبارح نادي الاهلي ونادي بتروجيت، وقلت لكم امبارح ان اللقاء هو اولى لقاءات الصقر احمد حسن كمدير فني وكمدير فني لبتروجيت، وقلت برضو ان الحقيقه اللقاء يعبر عن خطوه جيده للكابتن احمد حسن، وبدايه اعتقد ان هي موفقه بغض النظر عن النتيجه، ولكن بتروجيت ادى الشوط الاول اكثر من رائع. ايه اللي حصل في الشوط الثاني يقول لنا بقى الكابتن احمد حسن. كابتن احمد مساء الخير. كابتن احمد، كابتن احمد معانا ولا قطع؟ طيب نحاول نجيب كابتن احمد حسن تاني. حقيقة كابتن احمد حسن ان شاء الله باذن الله هيبقى مديرين فنيين كويسين، وميدو وكل المجموعه اللي طالعه، كابتن وائل رياض برضو، كابتن ستار صبري، كابتن عبد الظاهر السقه، كل الفرقه اللي طالعه برضو مع الكابتن شوقي غريب، يعني اعتقد ان شاء الله باذن الله هتكون مساحه وهتكون قماشه لعدد كبير جدا من اللعيبه ان هي تكون موجوده في الملعب. الزمالك النهارده بيخوض اللقاء بتشكيل مكون من جنش في حراسه المرمى، علي جبر، محمد كوفي، حماده طلبه، وحازم امام، احمد قدامهم احمد توفيق ومعروف يوسف، طارق حامد، احمد حمودي، وفي الهجوم باسم مرسي ومحمود عبد المنعم كهربا. النهارده حمودي بيبدا، الماتش اللي فات ما كانش بادئ. اعتقد ان فريرا بيعمل عمليه الروتيشن او عمليه التغيير، اول من ادخلها مصر هو ميدو عشان الامور برضو تبقى واضحه، ولكن النهارده بيعملها، واضح ان هو بيعملها الفتره اللي فاتت بشكل كبير. كابتن احمد برضو، كابتن احمد حسن المدير الفني نادي بتروجيت، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن. اخبارك يا كابتن احمد؟ الحمد لله تمام بخير والله، الحمد لله. كله 100 100؟ الحمد لله بقى من كل مال. صوتك حزيني ليه؟ لا ده انا والله كنت صايم، بس لسه فطران. كل سنه طيب. طب كل سنه حضرتك طيب، ادعي لنا بقى وانت بتفطر. ان شاء الله باذن الله. يعني امبارح الحقيقه لقاء يعني بدايه كويسه لاحمد حسن، بدايه كويسه لبتروجيت. بتروجيت الشوط الاول الحقيقه كان ليه شكل قوي جدا، تقدم على النادي الاهلي. ايضا الشوط الثاني ممكن تكون يعني عوامل كتير، فرق خبرات اللاعبين في الشوط الثاني، ولكن واضح ان بتروجيت جاي وبقوه، واضح ان هي بدايه كويسه لحضرتك. رايك ايه بقى امبارح في اللقاء؟ والله طبعا يعني انا امبارح في اللقاء يمكن احنا انا يمكن زعلي الوحيد حاجه واحده بس، بغض النظر طبعا النتيجه وبعيد عن النتيجه، ان احنا كنا فعلا انا كان عندي ثقه ان احنا هندي افضل من كده بكتير. يعني يمكن الشوط الاولاني لمده حوالي 30 دقيقه احنا كنا بنأدي بشكل كويس، كنا بنأدي بشكل قافلين بشكل كويس، حتى انا كنت بلعب يعني كنت بلعب بثلاثه قدام وتحتيهم مهاب، يعني بلعب بخط هجوم ما كانش عندي ادنى مشكله خالص. انما هو يمكن طبعا يمكن الهدف قلق اللعيبه شويه، ما ادهمش ثقه زياده، دي حاجه. والحاجه الثانيه يمكن طبعا نقص اللياقه البدنيه، مش خبره وبس، لا يعني الموضوع مش موضوع خبره، اكيد طبعا خبرات النادي الاهلي رجحت كفته في وقت كتير من المباراه، ولكن هو نقص اللياقه البدنيه. انت عارف احنا بادئين من حوالي 18 يوم فقط لا غير، وما لعبناش اي مباراه قويه. يمكن انا لو كنت لعبت مباراه في الدوري او على الاقل مباراه قويه قبل المباراه دي كنا هنبقى هنأدي بشكل اقوى من كده بكتير. انما يمكن احنا لعبنا شائر الدخان ماتش ودي، لعبنا فريق من الكويت برضه مباراه وديه، هم فتره اعداد، يعني احنا ما خدناش الوقت الكافي ان احنا نجهز نلعب مباراه 90 دقيقه في نهائي، يعني في قبل نهائي كاس. اعتقد ان كنا محتاجين وقت اطول من كده، وكنا محتاجين اعداد اكتر كده، ولكن الظروف طبعا تنظيم عندنا خلانا ان احنا ما نلحقش نجز بشكل كويس. وده واضح الشوط الثاني ان احنا يمكن بدنيا اللعيبه بدات يحصل ان هي اتاثرت بدنيا وبدات ان هي تجري الكوره، حتى الضغط ما بقاش موجود بالشكل اللي هو كان موجود الشوط الاولاني. زي ما انت قلت يعني بدايه بالنسبه لي انا مبسوط بيها الحمد لله، شايف ان احنا عملنا شكل كويس الحمد لله. انا عندي مجموعه لعيبه
زي ما انت قلت ان شاء الله جايين بقوه باذن الله، لان فعلا يمكن عندي مجموعه لعيبه ومجموعه لعيبه كويسه جدا جدا هتبقى اضافه لبتروجيت الفتره الجايه بعد الاخطاء طبعا اللي عندنا نتيجه عدم التجانس برضه، لان انا يمكن عندي اكثر من 13 لعيب جايين جداد، فحته ان هم يبقى في تجانس بينهم بعضهم، لعيبه كمان تعرف الشكل اللي بيشتغل بيه اللاعب التاني وكده، اعتقد ان ده هيفرق معانا مع الوقت اللي جاي ان احنا نستعد بشكل كويس ونخوض مباريات وديه بشكل كويس، نستعد للدوري بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. انا عايز اعرف حاجه بقى، سؤال لي انا شخصيا، انت امبارح وانت واقف اول مره كمدير فني امام النادي الاهلي مصدر احساس ومدي احساس ان انت مفيش رهبه، ما عندكش قلق، موقف بالنسبه لك عادي جدا، ولكن هي دي الحقيقه؟ والله هي دي الحقيقه طبعا، يعني الحمد لله انا خدت منتجات كتير قوي يعني تخليني ان انا ما تبقاش سلام عليك يا صقر في الرد في دقيقه، يعني في دقيقه طبعا هي دي الحقيقه. بالظبط يعني، لا والله مش يعني انا الحمد لله الواحد اتحط في مواقف اقوى واصعب من كده بكتير يعني فتخلي الواحد الحمد لله، انا ما كانش عندي، كان نفسي ده يتنقل اللعيبه كمان جوه الملعب ان يلعبوا وان ما فيش اي مشكله خالص وان ما فيش اي فروقات كبيره، انما هو طبعا يمكن كمان الفتره اللي انا اخدتها كتسيف مع المنتخب في الوقت ما كنت مدير المنتخب، يمكن اخدت سنه كامله وانا برضه بقعد على الخط كمدير المنتخب مش مدير فني، فيمكن دي برضه خلتني شويه ان حته الرهبه دي مش موجوده، حته الخوف ده مش موجوده، بل بالعكس يعني زي ما قلت لك ان الواحد خط غير كبيره قوي تساعده ان هو ما يبقاش عنده لا رهبه ولا خوف، بل بالعكس يمكن انا كان عندي ثقه كبيره والحمد لله. يمكن احنا 30 دقيقه انا جعفر امبارح مثلا اتغير الشوط الاولاني، يعني جعفر لو فايق وفي حالته، لان هو بيتمرن معانا بقاله 11 يوم 12 يوم فقط لا غير، لو كان في حالته اعتقد ان كان هيظهر بشكل افضل من كده بكتير. نفس الحكايه يمكن شميلس، يمكن انا لما نزلت الشوط الثاني كنت محتاجه ان هو يمسك الكوره بشكل كويس، هو لسه راجع من المنتخب من حوالي ما اتمرنش معانا غير 3 ايام بس، من حوالي اكتر من شهر شهر ونص، لان هو كان منضم مع معسكر المنتخب، فنفس الحكايه اعتقد ان في لعيبه لما تبدا تدخل فورمه هتفيدنا بشكل كبير. فامبارح طبعا انا اعتقد ان لو كانت اللعيبه دي جاهزيا افضل من كده اعتقد ان كان شكلنا هيبقى افضل من كده، انما الحمد لله ما كانش في اي رهبه بالنسبه لي خالص، بل بالعكس. قلت لهم ايه من الشوطين يا كابتن احمد؟ نعم؟ قلت لهم ايه بين الشوطين؟ والله قلت لهم طبعا بين الشوطين ان احنا محتاجين نمسك الكوره بشكل افضل من كده، محتاجين ان احنا نقرب من بعضينا، يعني طبعا انت عارف برضه انت الخزين لما بيقل البدني بيخلي اللاعب برضه مش قادر يعمل اللي هو عايزه، وده اللي حصل معانا. يمكن لعيبه بنبقى مستحوذين على الكوره بس يعني بنفقدها بسرعه. احنا كمان لان عندنا سرعات كويسه قوي هتبان ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه، فما كانتش بتوصل لهم الكوره بشكل كويس، فاحنا كنا محتاجين ان نحافظ على الكوره اطول فتره ممكنه، لان النادي الاهلي خلاص نص الملعب بقى يعني انا بعد خروج حسام غالي كمان اعتقد نص ما بقاش غير فيه حسام عاشور، عبد الله السعيد نزل جنبه بس عبد الله ما عندوش الميول الدفاعيه شويه، لو كنا قدرنا ان احنا يعني نقدر نمسك الكوره في نص الملعب بشكل كويس اعتقد ان كان هنظهر بشكل افضل من كده، ولكن المجهود اعتقد ان يعني اللياقه البدنيه اللي اثرت علينا، لعيبه طبعا انا ما بلومهمش لان مفيش لعيب لعب 90 دقيقه كامله من فتره طويله قوي، فانا ما اقدرش ان انا الوم عليهم، قدوا مباراه كويسه، الشوط الثاني كمان في اخره بدانا نظهر بشكل افضل شويه طبعا مع حته روح شويه، انما انا اعتقد ان كان عندنا افضل من كده، كان عندنا افضل من كده نقدمه، ولكن مفيش مشكله ان شاء الله في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. هل في برنامج بدني الفتره الجايه؟ يعني انتوا دلوقتي طلعتوا بره الكاس وبتستعد لمسابقه الدوري ومعروف ميعادها يا كابتن، وقدامها مثلا حوالي شهر، هل في برنامج حضرتك حاطه بقى الفتره الجايه؟ هي دي المشكله سيف اللي كانت مواجهاني، ان انا النهارده بستعد لماتش النادي الاهلي وبستعد للموسم الجديد، لا انا قادر ان انا اعلي احمال كبيره جدا جدا، لان طبعا انا بستعد للمباراه فمش عايز اوصل للمباراه طبعا، لان المباراه مهمه يعني قبل نهائي كاس، في نفس الوقت مش قادر ندي احمال كبيره جدا جدا ونيجي يوم الماتش مش قادرين، فطبعا خلاص يعني اعتقد ان احنا استفدنا بالفتره اللي فاتت، كان البرنامج هيختلف عن كده لو عندنا الوقت، يعني احنا كنا بنفكر في حاجتين، ان احنا نجهز اللعيبه بافضل فتره بافضل وقت ممكن، في نفس الوقت ان احنا كمان نحافظ ان ندخل المباراه لعيبه ما يكونش عندها جهاز من تقدر الاداء، انما دلوقتي خلاص اعتقد بعد ما خرجنا من الكاس هنبدا ان احنا بقى نمشي يعني استفدنا في الفتره اللي فاتت الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا اللي احنا كنا بنعدي فيهم مع قدامنا شهر ثاني على بطوله الدوري، اعتقد دي
وصل لاعلى معدلات في لقب الدنيا ان شاء الله، ونخوض مباريات وديه مع الفرق بقى من دوري الممتاز ان شاء الله. ربنا يوفقك كابتن، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. وبشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد حسن الصقر طبعا المدير الفني لنادي بتروجيت، ويعني من نجوم مصر، واعتقد ان هي ان شاء الله باذن الله تكون بدايه قويه، واعتقد ان شاء الله باذن الله تكون استمرار لفريق بتروجيت مع كل الفرق اللي موجوده. قلت لكم السنه دي الدوري مولع، يعني سواء من خط من بره الخط او من جوه الخط، الزمالك نجوم كتير جدا، الاهلي نجوم كتير جدا، انتاج الحربي عامل فريق يعني مؤخرا ضم زيدان، الاسماعيلي فيه شيكابالا وحسني عبد رب ومجموعه كبيره جدا، المصري مع العميد حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن اكيد يعني هيبقى ليه شكل مختلف تماما، سموحه مع محمد يوسف هنشوف النهارده بدايه انطلاق، يعني ان شاء الله باذن الله هيكون الدوري السنه دي مولع نار، وهو دوري النجوم كما يطلقون عليه مبكرا، وان شاء الله باذن الله يبقى دوري النجوم. احمد حمودي بيبدا النهارده، وكان بيديله فريرة زي ما قلت لكم على فترات، وهيكون لنا حديث مع الكابتن محمد ابو العيله ان شاء الله باذن الله بعد قليل في التشكيل. طارق حامد اعتقد ان هو ابتدى يكسب ثقه فريرة، ولسه كمان في بره مصطفى في بره ابراهيم عبد الخالق وفي ابراهيم صلاح، يعني كل دول لسه مش موجودين، ولكن برضو هياخدوا. احمد حسن مكي النهارده بيريح بيدفع تاني بباسم مرسي، طبعا الورقه الثابته في نادي الزمالك علي جبر دايما يعني هو موجود، جنش واضح ان هو بيديله بطوله الكاس، بس اعتقد في النهائي هيكون الوضع مختلف. ومحمود كهربا، محمود كهربا ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، يعني لعيب يعني زي ما بيقولوا كده عايش يومينه، يعني ازهى ايامه مع المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاول مع نادي الزمالك، بيؤدي بشكل رائع، ملتزم جدا الولد، عنده التزام، واضح ان في كيمياء بينه وبين الزمالك، واضح ان في كيمياء بينه وبين مرتضى منصور، يعني واضح ان الدنيا ان هو عامل حاله كده، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تدوم بشكل كبير جدا. عايز اقول لكم من الزمالك برضو بيعلن حضور الجماهير لمقاعد النجم الساحلي بالكونفدراليه، واعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك حضور اعضاء النادي لمباراه النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي لبطوله الكونفدراليه الافريقيه المحدد لها يوم 3 اكتوبر المقبل في ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس. قال مرتضى منصور انه عقد جلسه مع وزير الداخليه واتفق على حضور 10 او 15000 مشجع زملكاوي، موضحا ان الجماهير ستكون من اعضاء النادي. يعني أنا مرحب طبعا بعودة الجماهير، لكن تكون العودة على أسس، العودة بدون التصادم مع الأمن. على الناحية التانية المهندس محمود طاهر برضو بيقول إن في محادثات مع السيد وزير الداخلية لحضور ماتش أورلاندو في العودة، فيعني كل ده هنا هيدخل أعضاء النادي، هنا هيدخل الجماهير العادية، لازم الأمور تبقى بترتيبات مختلفة. أنا شايف الموضوع إن محمود طاهر بيرتب ومرتضى منصور بيرتب، لازم الأمور تبقى مختلفة، لأنك داخل على لقاء أهلي وزمالك، الجمهور النهاردة هيطلب إن هو يكون موجود، هتعمل الساعات إزاي؟ الجمهور ده هيخش بشكل عامل إزاي؟ الموضوع لازم يكون ليها آليات، ما ينفعش فيها التجارب تاني، سواء من الأهلي سواء من الزمالك، اللهم بلغت، اللهم ما فشل. أيضاً بعد قليل هيكون معانا إن شاء الله بإذن الله الكابتن سمير زاهر على التليفون، وحديث برضو عن رأيه في الدوري المصري ورأيه في التشكيل الوزاري القادم، وبرضه هيكون معنا حديث مع الكابتن سمير زاهر. نطير دلوقتي سريعا لإسكندرية، والزميل محمد الجزار مباشر من استاد إسكندرية قبل لقاء نادي سموحة ونادي الزمالك في الدور قبل النهائي لكاس مصر. اتفضل يا جزار. الجزار معايا تليفون ولا معايا على الهواء؟ اتفضل يا جزار. في تشديدات امنيه غير مسبوقه في هذه المباراه. مره يعني بيتم السماح لعدد 15 فرد فقط لا غير من مجلس اداره نادي سموحه ومجلس اداره نادي الزمالك، يعني كان في اقبال كبير من جماهير الزمالك عند فندق اقامه نادي الزمالك، حيوا اتوبيس الزمالك واللعيبه وهم نازلين لحد طبعا استاد اسكندريه، ولكن ممنوع دخول اي حد لدرجه ان الحكام نفسها ما كانتش عارفه تدخل، قعدوا حوالي بتاع نص ساعه لحد ما يدخلوا الاعلاميين، دخول الاعلاميين القطريين فقط لا غير. الجهاز الفني المنتخب تمنعين عشان تشوف موجود كشف، يعني في حاجات صعبه جدا النهارده. كابتن سيف معايا، كابتن طلعت حسن حسن مدير الكوره بتاع نادي سموحه، كابتن محمد عبد الكريم، كابتن عاطف معاك، كابتن
مساء الخير كابتن عاطف، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ لا انا لسه معيش حد، هيبقى معايا كابتن ابو العلا بعد شويه ان شاء الله. ربنا يخليك. طمنا يا فندم على الوضع. والله الحمد لله بالنسبه لنا بعد الماتش الامور طبيعيه جدا. يمكن الماتش بالنسبه لنا الدوافع مختلفه شويه عن الملعب. انا سمعت ان الافريقيه في الماتش ده كان مره ثانيه في مجموعه لعيبه محمود سيد اسلام محارب محمود فتحي من اللعيبه اللي هم ما كانوش موجودين في القائمه كان النهارده موجود معانا على المباراه. فاعتقد ان الدوافع عندنا النهارده ان شاء الله كويسه. اتمنى نعمل ماتش كويس ومن خلال الماتش ده نقدر ان شاء الله نوصل لافريقيا مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. هل النهارده خلاص يعني خالد قمر هيحضر هيكون موجود؟ احنا عارفين ان هو مش هيشارك يعني. لا هو خالد قمر طبعا هو في اتفاق ادبي بين المنفرد والمستشار مرتضى ان هو ما يلعبش ضد الزمالك. انما هو في العقد الثلاثي اللي موجود بيننا وبين نادي الزمالك هو ما فيهوش هذا الكلام. لكن طبعا في اتفاق ادبي وبالتالي احنا احترمنا الاتفاق والولد عارف الموضوع ومفيش اي مشكله خالص. هل في لعيبه جداد النهارده ممكن نشوفهم لاول مره كابتن مع فريق نادي سموحه؟ لا هو اللي موجودين النهارده محمود السيد واسلام محارب موجودين في التشكيل الاساسي ودول يمكن ثاني مره شاركوا بعد ماتش الاسماعيلي لكن ما كانوش موجودين معانا في اللعيبه الافريقيه. هو التشكيل بسرعه كده الحاجه ما اعرفش مش عارف ولا لا. لا اتفضل يا فندم. نادي سلام احمد فوزي ياسر ابراهيم محمود عزت عمر سعد مجدي عمر المنوفي محمود السيد اسلام حارب هاني العزيزي حسام باولو البدلاء اللي موجودين بره احمد سعيد جوكا منصور احمد شوقي محمود فتحي عمر بسام ايمن اشرف. ده التشكيل الموجود فيمكن بس الاضافات الموجوده عندنا النهارده من بدايه المباراه محمود السيد واسلام حارب وهم يمكن من بدايه طبعا مجهودين النهارده. طيب نحاول نجيب تاني الاستاذ عاطف من اسكندريه او زميل محمد الجزار. واضح ان التليفون قطع. ده تشكيل نادي سموحه اللي احنا سمعناه. وواضح برضو ان زي ما قلت لكم ان الصفقات ان الكابتن محمد يوسف بيدخل الصفقات الجديده على فترات. زي ما قلت لكم برضو طريقه فيريرا ثابته وهو شغال الحقيقه بمبدا اللي تغلبه لعبه. يعني ما بيغيرش، ممكن يغير في الاسامي ولكن ما بيغيرش في الطريقه. هو الراجل على قناعه بشكل كبير جدا ان هو يلعب براس حربه واحد، واعتقد دي الفكره دي بتتفق بشكل كبير جدا مع هيكتور كوبر. دي الطريقه هي اللي بيلعب بيها هيكتور كوبر. بيلعب يعني هو الزمالك بيلعب بواحد اتنين جنبيهم اتنين على الاطراف، قدامهم طارق حامد واحمد توفيق، وتحت ثلاثه وقدام واحد. يعني احسبوها هي 4 4 2 فصلوها بقى 3 5 2 1 زي ما انتم عايزين. بس هي دي الطريقه. بيثبت ورا اتنين محمد كوفي وعلي جبر اللي هو في المنتخب بيثبت رامي ربيعه مثلا وحجازي، بيلعب حماده طلبه وحازم امام ولعب بيها برضو كوبر بحازم امام، وعن الناحيه الثانيه اعتقد كان معاه حسين السيد لو انا فاكر. نص الملعب بيلعب طارق حامد واحمد توفيق، وبيلعب قدامهم برضو ثلاثة معروف وباسم ومحمد إبراهيم، ويلعب باسم معروف وكهربا ومحمد إبراهيم، ويلعب باسم راس حربة صريح. وهي دي أنا عايز يعني من وجهة نظر الشخصية أنسب طريقة للفرق المصرية أو أنسب طريقة للاعب المصري. تدي حريات كبيرة جدا أن اللاعب المصري يجي زايد من تحت المدافع أو راس الحربة الكلاسيكي. في مصر هنا بتبقى أموره صعبة، يعني عشان تلعب باتنين راس حربة وتجيب مثلا فردتين زي فلافيو أو زي مثلا فلافيو وعماد متعب زي ما كانوا موجودين في النادي الأهلي، ويبقى الاتنين بيلعبوا راس حربة صراح في الصندوق، أعتقد إن دي موهبة مش موجودة دلوقتي. فريق الزمالك وفريق الأهلي ومنتخب مصر بيتميزوا بالخط الخلفي اللي هو المثلث، مش راس المثلث المقلوب، يعني التلاتة والأربعة اللي تحت. النادي الزمالك عنده في الصف ده محمد ابراهيم، وعنده معروف يوسف، وعنده طارق، وعنده تشكيل، عنده ناس كتير جدا، عنده احمد حمودي، وعنده محمود كهربا، وعنده ايمن حفني، وعنده عدد كبير جدا في الجزئيه دي. الناحيه الثانيه في النادي الاهلي قول بقى ولا تقول، عنده رمضان صبحي، وعنده وليد سليمان، وعنده عبد الله السعيد، وعنده مؤمن زكريا، وعنده في الخط اللي ورا راس الحربه زي ما انت عايز، وعنده جون انتوي برضو بيلعب برضو
في الحته دي لو هو كابتن فتحي مبروك هيوظفه بشكل جديد او بشكل غريب، يعني ليها حلول كتير جدا. ولكن اعتقد ان الاهلي والزمالك الاثنين ابتدوا مرحله الروتيشن او مرحله التغييرات، الدكه مليانه بشكل كبير والموضوع ده حساس جدا، والموضوع ده لازم يكون ليه في نفس التوقيت اللي انت لازم تثبت تشكيل، في نفس التوقيت اللي انت عندك الموسمين لاحمين في بعض، فلازم تبقى الامور معاك بحسابات. الله يكون في عون فيريرا ويكون في عون الكابتن فتحي مبروك، وبرده عندهم فرص كويسه ان معاهم عدد كبير جدا من النجوم، ولكن محتاجه بقى الخلطه محتاجه شغل. زي ما قلت لكم الجمهور يعني مرتضى منصور ومحمود طاهر بيفتحوا مفاوضات مع الداخليه لحضور الجمهور، ولكن بحذر تاني وتالت وعاشر و15 الجمهور محدش يطلبه غير ما يكون ليه اليات. ما ينفعش التجربه، ما ينفعش التجربه المره دي، ما ينفعش الضمانه، ما ينفعش عندي، الحاجات دي ما تنفعش، لازم يكون ليها اليات وبشكل محترم وبتامين قوي جدا. سلامه اي بني ادم اهم بكتير جدا من الكوره، وان حد خلاص احنا استوينا بقى دروس، لازم الناس تبقى عندها ثقافات بقى مختلفه. منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو 12 اكتوبر في دبي. يعني هناك الحقيقه اتفاقات كتير جدا، في كلام على الكاميرون، في كلام على السنغال، في كلام على بوركينا فاسو، ولكن الكلام المؤكد خلال 48 ساعه ان شاء الله هناك مفاوضات جاده مع الكابتن حسن فريد والحاج محمود الشامي القائم باعمال رئيس الاتحاد حاليا، لان رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي وكابتن حسن فريد والمجموعه كلها غادرت مصر متجهه الى مكه ان شاء الله باذن الله لاداء فريضه الحج ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى لهم كده حج مغفور ان شاء الله باذن الله وحج مقبول ان شاء الله باذن الله. برضو في مشكله في اللقاءات دي عشان برضو الناس تبقى عارفه، السنغال يوم 8 اكتوبر في دبي وفي مباراه يوم 12 في بوركينا فاسو، هم دول الميعادين الوحاد ما ينفعش 12 يبقى 13، لان ماتش السوبر هيبقى في ابو ظبي يوم 15 مش يوم 16. الماتش اللي هو هيبقى طرفه احنا مش عارفين طرفه مين، هو طرفه نادي الزمالك اكيد. برضو هقول لكم حاجه، ماتش السوبر ده لحد النهارده اللي هو يوم 15 الشهر الجاي الطرف الاساسي هو نادي الزمالك، لان هو النادي اللي حاصل على بطوله الدوري، وينتظر النادي الاهلي مش فوزه بالبطوله، لا ينتظر نتيجه نادي الزمالك. لو تفوق النهارده الزمالك على نادي سموحه اصبح السوبر اهلي وزمالك، لان هيبقى نهائي الكاس يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله اهلي وزمالك، وحتى لو فاز النادي الاهلي ببطوله الكاس هيلعب السوبر، لو خسر النادي الاهلي من نادي الزمالك بطوله الكاس هيلعب برضه السوبر، لان بطل الدوري هو النادي الزمالك، فهياخدوا النادي اللي بعديه. فكده كده النادي الاهلي النهارده ينتظر نتيجه نادي الزمالك مع نادي سموحه، كسب نادي الزمالك النهارده يبقى يوم الاثنين الفاينل اهلي وزمالك، ويوم 15 السوبر المصري اهلي وزمالك. وان شاء الله باذن الله كل دعواتنا الاهلي والزمالك برضو في الكونفدراليه في الدور قبل النهائي الاثنين يعدوا ونقابل بعض. الزمالك قول يا رامي، قول عايز تقول ايه؟ ما هو الزمالك ده سؤال كويس يا رامي. رامي بيقول لي لو الزمالك اخد الكاس يبقى الاهلي برضه هيلعب؟ هيلعب، لان السوبر ده بطل دوري مع بطل كاس، كده هيبقى الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس، فهياخدوا الفرقه اللي بعده في الكاس، يعني هياخدوا الفرقه اللي تحتيه، الفرقه اللي تحتيها تبقى الاهلي، فهيلعب كده السوبر المصري اهلي وزمالك. الماتش ده هيتحدد النهارده، لان ممكن النهارده يتحدد، لو النهارده فاز سموحه على نادي الزمالك هيبقى نهائي الكاس الاهلي وسموحه، ممكن كده يبقى السوبر المصري يبقى زمالك وسموحه، يعني ممكن الاهلي كده يا يبقى جوه الاثنين يا ممكن ما يبقاش اصلا طرف في السوبر، لان هو ينتظر لقاء النهارده، لان في حاله وصول سموحه وفوز سموحه ببطوله الكاس الوضع يختلف، كده كده الزمالك خلاص طرف، زي ما بالظبط كده كده النادي الاهلي طرف في لقاء يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله في ملعب بيترو سبورت، الاهلي طرف وينتظر الفائز من نادي الزمالك ونادي سموحه. زي ما قلت لكم الشامي قائم باعمال رئيس اتحاد الكره بدلا من الاستاذ جمال علام، وهيكون موجود ان شاء الله باذن الله الحاج محمود الشامي ودكتوره صاحب الهواري مستشار مجدي متناوي كابتن حماده المصري وكابتن احمد مجاهد، دول اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله في ماتش، وكابتن خالد لطيف برده هيكونوا موجودين في ماتش نهائي الكاس، ولكن هيكون ممثل اتحاد الكوره او اللي موجود بصفته نائب لرئيس اتحاد الحاج محمود الشامي، نظرا طبعا للاقدميه، يعني هي ليها لائحه من
ينيب الكابتن حسن فريد لو موجود، هو نائب رئيس اتحاد الكره هو اللي بينيب، لو مش موجود بعد كده تتاخد بالاقدميه. اتحاد الكره يخاطب ايطاليا وفرنسا وبلجيكا لترشيح حكام نهائي الكاس. اكد كابتن عازم مجاهد مدير اداره الاعلام باتحاد الكره ان الجبلية ارسلت خطابا الى اتحادات ايطاليا واليونان وبلجيكا وفرنسا لاداره مباراه نهائي كاس مصر يوم الاثنين المقبل. كان الاهلي قد صعد المباراه النهائيه امس على حساب بتروجيت. اتحاد الكره بيخاطب بنياس لارسال بطاقه زيدان، كل التوفيق طبعا لزيدان مع نادي الانتاج الحربي ومع كابتن شوقي غريب، وهو دي البوابه اللي فضل او حب ان هو يرجع من خلالها الكابتن محمد زيدان من جديد. جماعه حد يجيب لنا كابتن سمير زاهر، ونحاول نجيب برضو كابتن عصام عبد الفتاح. طيب نطلع سريعا فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل اخبار. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. زي ما قلت لكم اتحاد الكره بيخاطب بنياس لارسال بطاقه زيدان، ومفاجاه الفيفا بيلغي حد 38 عام للقائمه الدوليه، وهتعمل ازمه كبيره جدا للكابتن عصام عبد الفتاح، وهتبقى فرصه الجميع متساويه. الاهلي يستضيف اورلاند الجنوب افريقي 4 اكتوبر بالسويس. نروح برضو للكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الاسبق. كابتن سمير مساء الخير. سيف ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ انا كله تمام. ازيك انت؟ كله كويس الحمد كله زي الفل والله الحمد لله، كله نعمه الحمد لله. يعني هكلم حضرتك جزء الاول سياسي سريع كده قبل ما نخش في الرياضه وراي حضرتك. الانتخابات مجلس الشعب سمعنا ان حضرتك مترشح فيها بالفعل، مالها يا سيف؟ سمعت ان حضرتك مترشح، يعني سمعت ان حضرتك موجود فيها. والله في مشاكل بالنسبه لموضوع القائمه اللي احنا فيها، وفي ملفات اتسرقت، وفي حكم، قصص كثيره جدا لسه ما نعرفش نتائجها، بس هيبان نتائجها في خلال ال 48 ساعه الجايين. ملفات السرقة منين يا كابتن؟ افندم انتوا مش قدمتوا خلاص بالفعل؟ قدمنا والورق كله، كل الناس قدمت وكل الملفات مظبوطه، بس ما في ناس يقول لك الملفات السرقت. في ناس سرقت من مين يا كابتن؟ السرقت من جوه الناس اللي احنا بنشتغل معاها. دي حاجه تضحك يعني. يعني من 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 الحزب، وحضرتك نازل على طيار او على حزب معين؟ على طيار الاستقلال. يعني اتسرقت من الطيار، مش حاجه تخص الدوله يعني. لا من الطيار. طب بس تمام. مين اللي سرقها ومين اللي اخذها ومين ما انا اعرفش لسه، بقى في بقول لك في محاكمه وفي قصه كده. تمام، ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله يا كابتن. الله يخليك. الجزء الثاني برضو، راي حضرتك في التشكيل الوزاري الجديد، يعني راي حضرتك في موضوع وزاره الشباب والرياضه. ناس كثيره بتنادي باستمرار المهندس خالد عبد العزيز لخلق نوع من الاستقرار الفتره اللي فاتت كان موجود، وانجازات للرياضه المصريه. راي حضرتك ايه؟ والله يا سيف انا لازم في الاول ان انا احيي المهندس ابراهيم محلب، لان الحقيقه الراجل ده راجل هرم وعمل انجازات كبيره جدا، ولازم كلنا نحييه زي ما السيد الرئيس كده بيحييه وبيديله دور مستقبلي. انا الحقيقه يعني المهندس ابراهيم محلب احنا كلنا نعرفه من ايام ما كان رئيس نادي المقاولين العرب، وانا كنت رئيس اتحاد كوره، فطبعا شخصيه محترمه جدا، اتمنى له التوفيق. اما بالنسبه للقصه بتاعه الحكايه ان التغيير الوزاري، انا الحقيقه لازم اؤكد على شيء مهم جدا يا سيف، ان المهندس خالد عبد العزيز عشره عمرنا من ايام نادي الصعيد، وبعدين في 2006 هو مدير البطوله، وبعدين في 2009 هو مدير البطوله، واللي كفاءته اخذوه الاتحاد الافريقي وبطوله القارات، الاتحاد الدولي وبطوله القارات، وشخصيه محترمه جدا. انا بس عايز اقول ايه، في كلام كتير في الساحه، وانا بلغت من محمد المشطه المحامي بتاع اتحاد الكوره، هو ابني انت عارف، وبكري سليم، ان 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 المهندس خالد زعلان، عشان كنت قلت ان هو ان الاحداث الفتره الايام اللي فاتت كنت مع كريم حسن شحاته وكنت مع الناس دي، وانه انه ان هو يعني زي ما تقول انه واصل في 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 للرئاسه، وواصل للاختيارات اللي جايه. انا بالعكس، انا شخصيا بقول له انت اما تكون الحقيقه باشمهندس خالد، انت راجل محترم جدا وانجزت انجازات كبير جدا، وانا كل اللي عملته حاجه واحده، ان انا المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزاره عندما تعين، انا اعرفه كويس من نادي هليوبوليس، كنت عنده قبلها باسبوع كلمته عشان ابارك له وبقول له يعني عايزين نهتم بالشباب والرياضه. الكلام ده مكتوب يعني معايا على الفيسبوك يعني.
نهتم بالشباب والرياضه، نتيجه الاحداث اللي كانت موجوده في الشباب في الرياضه اللي كل الناس بتتكلم عليها وانت كنت بتتكلم عليها دلوقتي كمان، الشباب الجماهير وما غير الجماهير. انا لازم اؤكد ان انا بقيم كل احترام وحب للمهندس خالد عبد العزيز لانه مشوار حياتي معاه، وانا عايز اؤكد ان مش هنلاقي اصلح من المهندس خالد العزيز في هذه الفتره على الاطلاق، وبقول ان هو اللي هو عمله الحقيقه انجاز غير مسبوق، وكل الناس انا شايف ان كل الناس بتحبه وكل الناس عايزاه. وعلى فكره عمل شغل كويس الفتره اللي فاتت، عامل شغل كويس جدا جدا. بس انا يعني انا في فرق بين ان احنا بنتكلم في ان هو واصل او عنده اتصالات. طب ما انا ما كنت رئيس، طب ما كابتن هو في وزير، هما الوزير هيبقى واصل مع مين؟ ما هو وزير ده رجل دوله يعني. ما انا عارف انا. طب انا ما كنت رئيس اتحاد كوره، طب ما بيقولوا كانوا بيقولوا عليا ان انا واصل. واصل واصل ايه؟ واصل بالرئاسه، واصل مشير فطاوي، المهندس اهل ربنا معماره، كل الناس دي ما انا كنت واصل مش كده ولا ايه؟ عشان كده خد اجازات واتهمنا اياميها بالتوريث لو تفتكر. طبعا. فانا انا شايف ان المهندس خالد عبد العزيز لابد ان يعلم ان هو له كل حب واحترام مني، وان انا من الناس المؤيدين له، والمشككين ارجو ان هم يخرجوا بره الساحه في العلاقه اللي بيني وبينه. وبتمنى وانا بقول له مبروك مقدما، انا شايف الخريطه كويس وشايف ان الناس كلها كل مصر كل المرئي والمسموع والمقروء وكل الناس عايزاه، ما هو مش جاي من فراغ نتيجه طبعا. ان هو عمل وتعب وانجز شغل كويس طبعا. فانا اتمنى للمهندس خالد عبد العزيز الحقيقه النجاح في الفتره اللي جايه، واتمنى ان احنا ان شاء الله الرياضه تنهض اكتر واكتر والشباب ينهض اكتر واكتر. وليا طلب واحد اخير بقوله لك يا سيف. اتفضل يا كابتن. ارجو قبل مباراه الاهلي والزمالك اذا كان هتكون بين الاهلي والزمالك سواء ايا كان الثلاث بطولات اللي انت بتتكلم عليهم دلوقتي، رجاء من المهندس خالد عبد العزيز ورجاء من كل الناس، لابد ان يكون هناك توافق بين الاهلي والزمالك لازم. مش هيحصل يا كابتن افندم. مش هيحصل. طيب انا هرد عليك برضه عشان هو مش هيحصل يا كابتن. ده حضرتك اكتر واحد قاعد في نادي هليوبلس ومع حضرتك المهندس محمود طاهر ومستشار المنتخب منصور حبيبك، وعارف ان هو مش هيحصل. طيب ما انا هقول لك ليه لازم يحصل، لان انا جربت يا سيف. انا قلت اذا كان يعني انا النهارده المهندس خالد عبد العزيز شايف انه مش هيحصل، وانا قبليها الاثنين اصحابي مش هيحصل. انا بقول انه لابد ان احنا، انا عملت بيان بطلب من السيد رئيس الجمهوريه المحترم ان هو يتدخل في هذا الموضوع على المسرح، انه تدخل يا سيف بين مرتضى وبين شوبير، مش كده؟ فاكر انت الموضوع ده؟ فانا شايل هم حاجه واحده، ان الماتشات دي تتلعب بجمهور، والجمهور ده يحصل فرقه هتتغلب وفرقه هتكسب. فهيبقى في مشكله احنا لازم نحلها من دلوقتي طبعا. انا بحضرتك طبعا. اخر حاجه عايز اقولها لك كمان، اتفضل. موضوع ان احنا نلعب بره مصر بجمهور، الخوف برضه لان لما تلعب في الامارات ولا في اي حته ما في جمهور اهلي وزمالك، طبعا الفرقه هتكسب وفرقه هتخسر وهيبقى برضه في شد يعني. انتوا كاتحاد كوره درسوها، وانا بتمنى كل الخير للشريف اسماعيل، والحقيقه وكل الاحترام، واتمنى ان شاء الله يبقى في لقاء قريب ان شاء الله. كابتن عايز اخد راي حضرتك في حاجه مهمه جدا، ترشح الامير علي لكرسي الاتحاد الدولي الفيفا، لرئاسه الاتحاد الدولي الفيفا شهر 2 اللي جاي ان شاء الله. حضرتك شايف المشهد ده ازاي؟ هل عنده فرصه؟ هل الامور سهله صعبه؟ نرشح انا بريده رئيس الاتحاد الدولي ان شاء الله باذن الله. اسمع بص يا سيف، انا شخصيا لازم اذا كان الامير علي هيدخل لازم يبقى عنده ناس مطبخ بيشتغل مع الدول العربيه. يعني مش كفايه المره اللي فاتت ما كانش شكلها حلو. الامير علي عنده لازم الاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي كل لازم زي ما عمل المهندس خالد المره اللي فاتت اما اجتمع مع وزراء شباب الرياضه العرب، لازم يبقى لهم دور. لو احنا عايزين ان هو ينجح لازم الكويت تبقى عايزاه ينجح كمان. شايف حضرتك ان الدول العربيه لو اجتمعت انه ينجح هيبقى عنده فرصه كويسه؟ لو اجتمعت، اصل خلي بالك، لو اصل في برضه في الكويت ناس لها طموحات في الحتت دي طبعا بدون ذكر اسامي يعني. فانا بقول ان احنا نفسنا ان احنا كلنا نقف ورا الامير علي، لان خلي بالك ان الامير علي ده والملك عبد الله ده كان رئيس اتحاد كوره الكرة المصري يعني الكرة الأردني، وكان معانا هنا وكنا بنروح بنقابله كتير. فأنا الأمير علي لازم ندعمه، ولازم مصر تتبنى إن هي تقف مع الأمير علي، لأن ده
انت شفت الملك عبد الله اما في المؤتمر بتاع شرم الشيخ هو الاول واحد حضر طبعا. واول واحد كان مامور وموجود في المؤتمر الاقتصادي وفي طبعا. دعم ومسانده بيننا وبين بعض يعني ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله كابتن اللي جاي خير ان شاء الله. كابتن سمير بشكر حضرتك شكرا جزيلا بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الاسبق. بكده خلصنا اخبارنا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا كابتن محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك وحديث عن لقاء نادي الزمالك مع ابو العلا ولكن بعد الفاصل. يلتقي في 7:30 مساء اليوم فريق الزمالك وسموحة في مباراة قبل النهائي لبطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على أورلاندو الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف في ختام دور المجموعات الكونفدرالية الإفريقية والتأهل لنصف النهائي ومواجهة النجم الساحلي. وبالطبع الطموحات البيضاء كبيرة في الفوز يوم لتكملة مشوار الفوز بالكأس وحصد الثنائية دوري وكأس. الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا في غاية السعادة لانسجام الصفقات الجديدة كهربا وحمودي ومحمد إبراهيم وأحمد حسن مكي مع زملائهم القدامى، وتجديد الدماء في الهجوم الذي يعود له اليوم باسم مرسي الهداف المتألق والورقة الرابحة للأبيض. الجهاز الفني بقيادة فيريرا حرص على فرض الانضباط في صفوفه، وأكد للاعبيه أن الأسبوع الجاري يعتبر حاسما ومصيريا في تاريخ اللاعبين والفريق كاملا، حيث أنه يعتبره أسبوع الحسم لبطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر. ومن المنتظر أن يبدأ فيريرا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من محمود جنش في حراسة المرمى، أمامه الرباعي علي جبر ومحمد كوفي وحمادة طلبة وحازم إمام، وفي الوسط أحمد توفيق وطارق حامد ومعروف يوسف، وفي الهجوم باسم مرسي ومحمود كهربا ومحمد إبراهيم. على الجانب الآخر يسعى فريق سموحة السكندري بقيادة محمد يوسف لتقديم ورق اعتماده لجماهير الكرة المصرية، خاصة بعدما ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية في المشاركة الأولى له بتعادله مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق. ويراهن محمد يوسف على قدرة فريقه تخطي عقبة الزمالك والتأهل لنهائي الكأس للمرة الثانية على التوالي، خاصة أن الانسجام بين العناصر الجديدة المتمثلة في محمود عزت وحسام باولو والقدامى بدأ ينجح. ورغم غياب هداف الفريق للإيقاف بعد طرده في لقاء الدراويش بدور الثمانية، إلا أن يوسف يراهن على هداف الدوري حسام باولو. ورصد مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر مكافآت مالية كبيرة للاعبين للفوز على الزمالك في مباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر، مؤكدا أن فريقه لا يقل عن الزمالك في شيء، لكن بشرط العدالة التحكيمية من طاقم اللقاء بقيادة الدولي محمد الحنفي. والتشكيل الأقرب اليوم يضم المهدي سليمان وكواكو منسوا وياسر إبراهيم وعثمان تارا وأيمن أشرف، وفي الوسط أحمد شكري، أحمد نبيل منجا، مصطفى طلعت، عمرو المنوفي، هاني العجيزي، والهجوم الإيفواري هيرمان كواكو. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم مع ضيفنا مجمعنا النهارده كابتن محمد ابو العلا. شرفنا منورنا، ازي حضرتك كابتن سيف؟ ازي حضرتك ومبسوط معاك النهارده. اهلا، شرف لينا احنا دايما. شكرا. زمالك النهارده اللقاء ابتدى بياخد لقاء بتشكيل مكون من جنش قدامه علي جبر وكوفي، حماده طلبه وحازم، قدامه احمد توفيق ومعروف، طارق حامد، احمد حمودي وكهربا، قدامهم باسم مرسي. يمكن مفيش جديد عن يعني حمودي النهارده بيبدا وحازم وباسم كانواش موجودين مباراه افريقيا اللي فاتت، لكن باستثناء كل اللعيبه بدات كان عمر جابر اللي بدا المباراه اللي فاتت، فمكانه النهارده دخل احمد توفيق مكانه ولعب حازم امام ناحيه اليمين، لان كان بادئ المباراه اللي فاتت احمد توفيق ناحيه اليمين، فالنهارده لعب بحازم. وحمودي اعتقد نزل بادئ مكان باسم مرسي، بادئ مكان احمد حسن مكي. حمودي بادئ مكان دخل ممكن يكون مكان محمد ابراهيم. محمد ابراهيم بالظبط. بس الراجل في قوام اساسي محتفظ بيه، حتى جنش اعتمد عليه، واضح ان هو مديله الكاست كله، معتمد عليه تماما. معرفش هل الشناوي في اصابه لسه او بعيد شويه، عرفت ان ابراهيم صلاح برده لسه اصابته يعني مخليها مش جاهز، ما عندوش الجاهزيه، بس الراجل عنده وفره كتيره جدا في اللعيبه،
وده باين بصراحه في النتيجه وفي الاداء. يمكن كان كل ما نقول في 3 4 لعيبه ناقصين تتفاجئ باداء كويس جدا لنادي الزمالك وسكور عالي، وكان ممكن المباراه اللي فاتت كمان يبقى فيه في سكور على فريق كبير زي اورلاندو يعني. فاعتقد المباراه النهارده مباراه يعني مش سهله خالص تماما، عشان فريق سموحه بيجدد دوافعه بعد ما خرج من افريقيا، مطالب ان هو بسبب تجديد الدوافع يشوف اللعيبه تحاول تثبت نفسها تاني. الخروج من افريقيا ممكن يكون كسرهم شويه، لكن ده بمثابه ان هو حافز ما قدموش غير الكاس مصر ان هو يحاول يثبت نفسه. مباراه الكاس كلها مفاجآت، ممكن يقفل يعني في سيناريوهات كتير ممكن تدخل فيها، ده اللي هنشوفه بقى النهارده في مباراه النهارده. شايف النهارده يا كابتن كنت لسه بتكلم في ظاهره مهمه جدا وهي عدد وجود وفره كبيره جدا من اللعيبه وهي ميزه، ولكن ازمه للمدير الفني، هل دي بتجبره على عمليه الروتيشن او عمليه التغيير؟ هو مدوره صح بصراحه، يمكن يعني مستر فيرينا من الحاجات اللي تحسب له جدا غير خلاف الحاجات الفنيه ان هو عارف يدير الفريق. انت لما يكون عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه كلهم مميزين وكلهم لازم يكونوا متواجدين، انك تعرف تقودهم وتعرف توظف كل لعيب وتدي كل لعيب حجمه والمطلوب منه وشخصيته وتعرف تتعامل معاه بشخصيته وتحط لهم سيستم اداري، وده كنا مفتقدينه بفتره كبيره في نادي الزمالك. فهو كل نجاحه في الحاجات دي قدر يعني يثبت لنا ان وفره اللعيبه قدر يستغلها احسن استغلال. فريق كبير زي الزمالك والاهلي مطالب دايما بوفره من اللعيبه، انت بتلعب اكثر من بطوله، عندك بتخرج متابعه 3 ايام، عندك من افريقيا، عندك كاس، عندك كونفدراليه، عندك سوبر، يعني عندك كل شويه بطولات. والانديه الكبيره زي الزمالك والاهلي الجماهير بتاعتهم ما بتبقاش بتكسب ماتش وخلاص، لا انت بعد ما كسبت افريقيا لو اتغلبت النهارده تلاقي الجماهير بتطالبك ان انت ايه، انت مقصر، فانت على طول تحت ضغط ولازم يبقى عندك الوفره دي من اللعيبه نظرا للاصابات، ايقافات، اجهاد من المنتخب. فده بس الاصعب انك تعرف تديرها، وده مستر فيرينا نجح فيها الموضوع ده لحد دلوقتي بصراحه. شايف ان مين الصفقات السنه دي يعني غير كهربا طبعا ادى بشكل طيب الحقيقه مع نادي الزمالك من اول دقيقه، مين اللي انت متوقع كمان ان هو يثبت وبقى ليه شكل؟ يعني حتى مع عمليه الروتيشن خلاص واضح ان فيريرا ثابت على كهربا، ثابت على علي جبر، ثابت على معروف، يعني في فرد على طول ثابته معاه، حماده طلبه برده من العناصر الحقيقه اللي مثبتها بشكل كويس. بص يا كابتن سيف، ويمكن الناس اللي انت قلت عليها ثابته، يمكن كهربا ما بقالوش 3 4 مباريات بيلعب بس يعني وافد جديد عليهم هو حمودي، فلكن الراجل عامل فيه قوام كده معين وحاطه تقريبا ما بيلعبش فيه كتير، وبالذات كوفي وجبر، وما بيخرجش موضوع معروف يوسف ويا اما جنبيه ابراهيم صلاح، يعني توفيق ومعروف يوسف لازم يبقى اتنين منهم على الاقل موجودين، ابراهيم صلاح معروف توفيق لازم اتنين على الاقل موجودين منهم، وابراهيم عبد الخالق ابراهيم خالد ده منضم جديد برده. لكن انا بتكلم على القوام اللي هو ماشي بيه طول السنه، كوفي وجبر ثابتين، معروف وابراهيم صلاح، ما هو الاربعه لازم هيدي منهم اتنين. الاربعه ايه يعني؟ الاربعه لازم هيدي منهم اتنين، معروف، طارق حامد، ابراهيم صلاح، ابراهيم عبد الخالق. في منهم لا، انا بتكلم عن هم الثابتين يعني اللي مش ابراهيم عبد الخالق، بتكلم على ابراهيم صلاح، بتكلم على معروف يوسف، على احمد توفيق، الثلاثه دول طول السنه منهم على اقل اتنين ثابتين. مظبوط. بيدخل بقى مره شويه طارق حامد لو ابراهيم متعور، حتى لو دخل طارق حامد مكان توفيق لك تلاقي ابراهيم صلاح ومعروف لو دخل، دي روتيشن في اتنين على الاقل. المهم اللي عايز اقوله ايه، القوام اللي موجود ده وجنبيه طلبه ناحيه الشمال، في قوام معين الراجل حاطه، عارف ان ده طول ما انا ظابط المنطقه دي او قادر اتمركز كويس وقادر اعمل تامين دفاعي بشكل كويس، واللعيبه دي كمان اثبتت انسجامهم، بيقدر بقى يخلق مرونه تكتيكيه قدام، ان ممكن يلعب بفرودين، يلعب بفرود واحد، يلعب بثلاثه تحت الفرود، بس الاربعه دول ما بيتحركوش، القوام ده ما بيتحركش، او الخمسه الاكس ده بنسميه اكس كده في كره القدم، العمود الفقري للفريق طول ما هو ماسك نفسه من قدام، بتبقى عندك مرونه تكتيكيه بسهوله جدا انك تعمل روتيشن، تقول اللعيب ده مجهد مثلا 60 دقيقه لعبه، بعديه نص ساعه اريحه المباراه اللي جايه في كده. وكمان كان معاهم الشناوي، فدلوقتي قدرنا نشوف ان برده محافظ على نفس المجموعه اللي هي القوام اللي هو حاطه، يقدر يبني عليه مرونه تكتيكيه سواء بفرودين او بثلاث تحتيه، هم دول محافظين، حافظوا على دول، ده اللي مخليه عنده اريحيه واللعيبه عندها انسجام، وواضح جدا الكلام ده بنشوفه جوه الملعب، ان خلاص انت عارف دلوقتي تقريبا ان المربع ده شكله يعني على المغمض كده عمياني، العلاقه بين الكوفي وجبر عامله ازاي. عمياني طلبه رغم ان هو مش باك ليفت، لكن كل الناس بتشيد بالذات الفنيين، وكوبر لما خده قال لك الراجل ده مهم جدا. هرجع لحضرتك في قصه كوبر برده والمنتخب، بس فصل ونرجع سريع، فصل ونرجع تاني مع كابتن محمد ابو لاب. نرجع سريعا برضو لبعض أندية المظاليم واللي كان ليها اسم كبير جدا، نادي الألموليوم، الأستاذ أحمد المنتصر رئيس النادي. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. ازيك أحمد بيه، أخبار حضرتك إيه؟ ازي أخبار حضرتك؟ تمام، ربنا يخليك يا فندم، كله تمام؟
الحمد لله يا فندم. الحمد لله. معنا كابتن محمد ابو العلا مشرفنا ومنورنا في الاستوديو. اهلا يا دكتور محمد، ازي اخبارك؟ كابتن محمد مفيش دكتور يا فندم. وحشنا يا كابتن، وحشنا. ربنا يخليك يعني. سمعنا يا فندم ان في مشاكل وازمات في نادي الالمنيوم، احتياج حضرتك من الوزير القادم ان شاء الله باذن الله يعني خلاص ايام ويبقى موجود، وبنسبه كبيره هيبقى المهندس خالد عبد العزيز. والله احنا يعني حضرتك يعني في تقديم حضرتك قلت ان انديه المظاليم، وفعلا احنا في انديه المظاليم يعني المعامله بالنسبه للانديه بتختلف. يعني انديه الشركات ما فيش اي دعم ليها من الاتحاد، بالعكس الانديه الشعبيه بيدي لها دعم. في احنا طبقنا نظام الاحتراف حضرتك وما كناش مستعدين ليه، فالانديه بتتحمل تكاليف كتير جدا في اسعار اللعيبه، واحنا عندنا قطاع ناشئين ممتاز جدا، نبدا بالاكاديميه وبعدين قطاع الناشئين، وكل ده يعني حضرتك بحتاج طبعا دعم. والشركه مهما كانت صحيح الشركه بتدعم، لكن برضه محتاجين دعم اكتر. يعني حضرتك محتاج دعم لانديه الشركات جنب دعم الشركه بتاعتك. بالظبط، لان في الدوري الممتاز حضرتك الدعم بيكون يعني ليه ما تبقاش نفس المعامله على فرق الدرجه الاولى. يعني نادي الالومنيوم الحمد لله يعني قدم لعيبه كتار للفريق القومي زي عمرو جمال وكابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، وسيد معوض، وكابتن حسين عبد اللطيف. يعني نادي الالومنيوم طول عمره يعني بيقدم لعيبه على مستوى عالي جدا، لعيبه دوليين، وانا بعتبر نادي الالومنيوم منجم، فعلا منجم كبير للاعبين ممتازين. اسم كبير يا فندم طول عمره طبعا. الله يخليك يا ان شاء الله يا فندم. باذن الله يكون في دعم من اتحاد الكوره الفتره الجايه ومن وزاره الشباب والرياضه. اتمنى لحضرتك ان شاء الله كل التوفيق. استاذ احمد المنتصر رئيس نادي الالومنيوم بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد عبد المنعم رئيس نادي فاؤوس، عضو مجلس اداره نادي فاؤوس، مساء الخير يا فندم. اهلا، السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا كابتن سيف زاهر، ازي صحتك كده؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ازي احوالك كده؟ والله وحشنا يا سيدي. ربنا يخليك يا فندم. يعني بعض الانديه عندها بتستعد للدوري عندها ازمات ماليه، نادي فاؤوس برضو ازمات ماليه ولا انشاءات ولا ملاعب ولا مشكله ايه؟ والله احنا اولا بنهنيك وبنقول لك وصام طيب فندم. وناس بتعيد ميلادك، ربنا يخليك حاجه. وثانيا احنا بنرحب بضيفك الكابتن محمد العلا، كابتن نادي الزمالك والمنتخب المصري. واحنا اولا نادي فؤوس الرياضي ده نادي فقير. فقير ماديا، ما فيش اي دخل له في حاجه. بنلعب بلعب في الدرجه الثالثه طبعا، وكنا نزلنا من الممتاز به بسبب سوء الموارد الماديه، لان احنا المصاريف كتيره والدخل قليل. فسيادتك يعني احنا بنناشد الاستاذ وزير الرياضه بانه يعني القادم ان شاء الله انه ينظر بعين العطف للانديه الفقيره دي، لان احنا عايزين نحقق بطولات ونحقق مراكز كويسه. وفؤوس دي مش شويه، وما هوش نادي عادي، ده نادي له باع طويل في الدوري، واحنا عندنا لعيبه وعندنا لعيبه افارقه. يعني انا بصرف على لعيبه افارقه عشان اقدر اوصل بالمستوى اللي انا عايزه واكون في مصاف الفرق الاماميه. ومش عارف اقول لسيادتك ايه. احنا يعني بنشكر برضو الكابتن حازم الهواري، ان احنا الراجل ده يعني يستاهل كل خير. قادرين يعني حتى لو قلنا اي عبارات او اي كلام مش هيوفي حقه صراحه. تمام، ربنا يوفقكم ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله الدعم يزيد السنه دي ويغطي احتياجاتكم ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا. والله وانا طبعا انا بكلمك من بورسعيد، احنا في مؤتمر المحامين، مؤتمر العام للمحامين، واحنا طبعا بعهد الاستاذ النقيب سامح عاشور، واحنا برضو يعني شغالين في جميع المجالات وعايزين نوصل، مش مين احنا بقى، نوصل بمجموعه فؤوس وبناس فؤوس وباهالي فؤوس وبيكو وبالرياضيين وباتحاد الكوره الى مصاف الفرق الممتاز ان شاء الله باذن الله. فندم ربنا يوفقك، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد عبد المنعم عضو مجلس اداره نادي فؤوس. فاصل اخير ونرجع تاني مع الكابتن محمد ابو العلا. نرجع تاني بقى مع المنتخب الوطني وكابتن محمد ابو العلا. هيكتور كوبر بيلعب بنفس طريقه الزمالك، طريقه الاهلي مختلفه شويه، ساعات الكابتن فتحي مبروك بيلعب باثنين راس حربه، ولكن الزمالك بيلعب بنفس فكره منتخب مصر حتى بنفس راس الحربه.
هو العالم كله بيلعب بفيرود واحد دلوقتي لان بقى اللي هو الشادو سترايكر بيسموه شادو سترايكر اللي هو تحت الفيرود ده او مبيبقاش يعني اللي هو تحت الفراوده ده زي ما بنسميه في مصر ده بيبقى غير متراقب الحاجات دي كلها بتبقى خلاص بقى دي في المنظومه العالميه حتى من اوائل الناس اللي غيروا الفكره دي كلها في برشلونه وجوارديولا غير مفهوم الكوره بنلاقي لعيبه كلنا اول في مواصفات الفيرود اللي رئيس حربه لان هو طويل ولازم كوره عرضيه ويقدر يستحوذ عرفنا ان دلوقتي لما بنشوف كره القدم ما بقاش المواصفات دي هي الاساسيه بنشوف لعيبه كلها ممكن تكون مش طويله زي ميسي او تشافي او انيستا او المجموعه دي كلها وتلاقيهم كمان طلع كل واحد طلع جاب 20 جون في الموسم او 25 جون في الموسم او اكتر كمان فمفهوم الكره اتغير خالص بقى كله اعتمد دلوقتي على الشورت باس على المهاجمين اللي جايين من الخلف ده مغير مفهوم الكوره خلى شكل ده انعكس على يمكن معظم فرق العالم واحنا مش بعاد عن معظم فرق العالم فبالتالي كمان يتناسب مع لعيبه بطبيعه اللعبه المصريه الحريفه اللي موجودين اي مدرب عنده لعيبه حريفه بعايز يرمي اي عدد من اللعيبه كتير جدا في الملعب اللي هم الحريفه بيلعبوا تحت الفرد واحد بس يعني يخدموا عليه زي ما بيقولوا او يبقى هو محطه قدام لكن غير كده بتلاقي معظم المدربين عاجبهم الفكره دي متناسبه مع بالذات اللعبه المهريه ما يبقاش مثلا ما الفرق اللي مش مهاريه هتبقى الشكل ده بالنسبه له مش مجدي قوي هيبقى عايز حاجات ستاتيك زي ما بيقولها اللي هي فرودين وكروس من ناحيه اليمين وكروس من ناحيه الشمال لكن دلوقتي من هنا بتبقى في اختراقات من العمق واختراقات من الجناب ومحطه قدام فرود فكل الامور دي كلها بتدي مرونه للمدير الفني الجديد انه يغير من مفهوم الكره ويطور وده التطوير اللي احنا شايفينه وهو نظرا لامكانيات اللعيبه اللي عندنا احنا عندنا تحت في نادي الزمالك ونادي الاهلي اكتر من حوالي 7 8 لعيبه مميزين تحت فرود فانا لو مدير فني منتخب انا لازم اوظف الناس دي كلها احنا بنشوف عندنا في اللعب كهربا لعب وليد سليمان عبد الله السعيد مؤمن زكريا رمضان الصبحي تريزيجي مصطفى فتحي ايمن حفني مصطفى فتحي احمد توفيق زي ما انت عايز زي حمودي ناس كتير جدا فاي مدرب هيفكر بالشكل ده اكيد يعني فده يمكن اللي مخليه كمان ويساعدوا اكتر ان هم يستوعبوا ويهضموا فكره تطوير الكوره نلعب فرد واحد فدي يمكن الحاجة البارزة قوي في موضوع ان ليه ملنا طب دي يا كابتن عملت ندرة في المهاجمين الصراحة يعني النهاردة ما تيجي تقول الخط ده عدينا 20 اسم قول لي بقى مثلا اسامي راس حربة بقى لنا فترة بنعاني على فكرة بصراحة يمكن من بعد الجيل الاخير من 2010 لا حتى ما كناش عندنا الفرود الصريح قوي يعني كان معظمهم برضو شادو سترايكر يعني حتى كان لو كانوا بتركة كان بيبقى تحت الفرود كان بس فيش غلامات متعب القدام او عمرو زكي وكان نادرا ما يلعبوا اثنين يعني هنلعب بفتره دي من زمان يعني سواء عمرو زكي او عماد متعب كان هما اللي موجودين معظم الوقت في الصوره لكن تحتيهم كان زيدان وابو تريكه وكان لو بركه كان راح او كان احمد حسن يعني كان دايما بنتحرك في الحته دي فانا شايف ان احنا بقالنا فتره بنعاني مش عايز اقول من كابتن حسام حسن لا ما بقاش في عندنا فيرود اللي هو مواصفات الفيرود لان مفهوم الكوره نفسه اتغير بقى دلوقتي مش انت فيرود بس يبقى هتهاجم ومالكش دعوه بقيه الفرقه لا انت مطالب منك دلوقتي ان انت تبقى حتى لو ما جبتش جون تخلق لزمايلك مساحات وتبقى محطه وتقدر تستند مع زمايلك فمحتاج واحد حتى يبقى عنده كوره يعني ما بقاش المواصفات اللي هي القديمه ان يبقى قوي وقوه جسمانيه زي ما بنشوف زمان في لعبه افريقيا وكده وقتها انت يا كابتن شرفتنا ونورتنا ولكن اخيرا توقعاتك للقاء النهارده انا توقعاتي ان شاء الله ان الزمالك يكسب هتروح الماتش بقى في النهائي لو كسب الزمالك انا نفسي والله موجود ان شاء الله غالبا يعني لازم يا كابتن تروح انت والله فرصه كويسه لازم لعيبه كتير تروح تبقى موجوده ان شاء الله لو اتسمحت والله لان احنا فينا من غير جماهير فانا لو اتسمحت ان شاء الله لا مش جمهور بس ممكن يعني لو مثلا الاهلي هيجيب 10 الزمالك هيجيب 10 لعيبه القدام برضه وجودكم بيكون ليه الحقيقه يعني اتمنى اللي موجودين واتمنى كمان ان يمكن في الشهر الجاي ممكن نلعب اكتر من 3 4 مباريات اهلي وزمالك اتمنى ان شاء الله يعدوا بسلام ويكون يعني مؤشر خير لعوده الجماهير ان شاء الله ان شاء الله بشكرك كابتن شكرا جزيلا خلصنا حلقتنا النهارده مع نجمنا وضيفنا كابتن محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا ابتدى دلوقتي لقاء نادي سموحه ونادي الزمالك بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات الكوره مع الحياه بالليل استنونا بكره ان شاء الله تصبحوا على خير السلام عليكم.